بنجدد اكيد صباحنا لكم احبائي مشاهدي تلفزيون المحبه بهالصباحيه ببرنامج على هوا المحبه يلي عم نتناول فيه الحياه المسيحيه، رساله يسوع، البشرى الساره. ومرجع مره جديده بنرحب بابونا اندري. كنا قبل ما فتنا بالبريك كنا عم نحكي نحن وبير اندري عن قصه انه شو قدم يسوع وقديش مهم انه هو يكون السيد وهو يعطي هالبذل الذاتي اللي عمله يسوع المسيح كرمالنا، هالفيض الحب الكبير يلي ترجم عمليا على الارض بانه قدم ذاته وما كان عم بيحكي اخبار، انما عاش الاختبار ونتيجه هالاختبار ونتيجه هالتفاعل اللي عمله يسوع المسيح والعيش والمثل الحياه قدامنا، نحن كان فينا ناخذ الدرس لحياتنا. وكنا كمان اتطرقنا قبل البريك بشوية صغيرة عم نحكي عن انه قديش يسوع ضروري لحياتنا، وحكينا اكيد ابونا اندري عن انه في مرات كتير الانسان بكبريائه بانانيته بحبه لذاته بيكون منزجب لمحل معين، ورجعنا لحتى نحكي عن قصة ركزنا اكيد اخر شيء على الاختبار. وقبل البريك بلحظة صغيرة كنا طرحنا فكرة انه هذا الاختبار لا ينطلق هيك من لا شيء، انما ينطلق من المعرفة. أبونا يسوع، حلو كنت تطلع معي أنا. أبونا أندري، قديش اليوم بتعتقد أنه المعرفة وهي المعرفة كيف بدها توصلنا ليسوع المسيح، أو بالأحرى خلينا هلأ أول شيء المعرفة كمعرفة قديش هي ضرورية وأساسية لحتى أكيد ننطلق باختبارنا ليسوع؟ أبونا الأكيد أنه لو ما مهم المعرفة كان فيه الرب بذاته يبقى بالسماء ويقلنا بطريقة من الطرق أنه أنا بدي أخلصكم، انه هيك من بعيد يقلنا باي باي اربع، مش قادر بس هو بيعرف تمام قديش مهمه لدرجه انه نزل تيعرفنا عن هالالله يلي كمان كنا فهمانين غلط بالعهد القديم، واللي كان القوع والخوف والغضب ومدري شو، تيجي يفرجينا ويعرفنا على الله المحبه بشهاده حياته. اذا هالمعرفه هيدي تجسدت وتجلت بطريقه شهاده الحياه، بس الاكيد بعلمنا كمان احنا بحاجه نتعرف على المسيح، بحاجه نعرفه. بس هالمعرفه هيدي اكيد مدوبلة، هي المعرفة الكلامية يلي مختلطة بشهادة حياتي. أنا اليوم وخاصة أنا الكاهن اليوم إذا كنت بدي أخبر العالم عن يسوع المسيح وأنا مش عم بتمسني هالمعرفة بشهادة حياتي، قد ما ضل ساعات وساعات وساعات أكيد صعب كتير إنه تمس حياة الآخرين قد الشهادة يلي مع المعرفة رح تضرب وتصيب قلبهم وتكبرهم من نعمة. طب أبونا، أنا دايما برجع بحب نكون عمليين. انا بدي اقول لهالشباب وهالصبايا ولهالكبار ولهالصغار، يا اخي طب بدهم يعرفوا يسوع، بس للاسف مرات بنقع بالروتين بنصير اكيد نحن ما في الا معرفه ليسوع المسيح الا من خلال كلمته، نعم، الانجيل، البشرى الساره. ليش مرات نحن بنحس حالنا كمسيحيين معرضين لانه نتعاطى مع كلمه الله كما انه عم نخبرنا شي قصه او عم نسمعنا شي قصه من شي زمن اخر؟ يعني قديش اليوم نحن وين التقصير؟ شو لازم نعمل؟ ما بعرف، بدي حل منك لهالشباب وهالصبايا انه كيف ممكن تكون معرفتنا معرفة كافية ووافية صالحة لحتى بعدين ننتقل للاختبار. انا اليوم اذا تعرفت عليك اوكي، اذا ما في شيء فيك لفتني ما رح كمل معك المسيرة، ما رح اختبر معك لا مزبوط. اخوة ولا صداقة ولا علاقة ولا اي شيء اخر، مزبوط. لهالسبب اليوم نحن ما شو هو الشيء يلي موجود بمعرفتنا ليسوع المسيح او كامل او ناقص لحتى يدفعنا نفوت بهالعلاقه؟ لانه انا بقى اوكي، كل الناس بيقول لك انا بعرف يسوع. يا اخي اذا بتعرف يسوع وهيك نايم، شو هالمعرفه هاي؟ مش عم بفهمها انا. وانا هون بعتذر، عم نرجع نعلي الدوز مع الشباب والصبايا كمان عند الصبحيه، انه شو هالمعرفه يلي بدها تخليني هيك مبنج ونايم؟ معقول واحد يعرف الحق؟ ما قلت تعرف انه هذا الله اكبر صار الله اصغر وانت بعدك ملقح هيك بتختك؟ ايه بعرف يا اخي. شو بتعرف؟ بتعرف وما بتفعل؟ شو اشرح لي الوضع. ليك الاكيد ابونا انه هيدي المعرفه اللي عم تحكي عنها عند بعض الاشخاص موجوده للاسف، بس هيدي المعرفه اللي منطلقه او بس او مكتفيه، تنرجع على فكره الاكتفاء، مكتفيه بالذات، مكتفيه بالمعرفه على مستوى النولج، يعني معلومات مش أكتر. والحياة المسيحية منا معلومات، يعني إذا عم تطرح وطرحت عدة طروحات بسؤالك واللي هي طب أنا كيف هالأشخاص بدون يعيشوا، أنا شخصيا أو يقبلوا هالمعرفة، أنا شخصيا بقول في شغلتين، في أنا وفي الآخر، ما في فرد شخص، يعني مش أنا بس بدي أعطي المعرفة، أنا بدي أعطيها وبدي أعيشها
والآخر تيقدر يعيشها بده أكيد عم بده يشوفني إنه أنا عم عيشها، وهي دي لا شك بدها تضرب بحياته. يعني شهادة حياتي بدها تكون هي درس لآخر، يعني بدها تعكس فيه لا شك، بدها تعديه، وهي دي أكبر عدوى. نحن مدعوين لأنه نعد الآخرين شهادة حياتنا، مش الكلمة. نحن مدعوين نقول الكلمة لا شك، بس إذا الكلمة مقترنت بشهادة الحياة اللي أنا عن جد بدي أعيشها، طيب أوكي أنا بفهم في جماعة أو في شبيبة بيعرفوا عن يسوع المسيح بس مش عايشينه، بس أنا الكاهن أو أنا الراهب أو أنا الراهبة أو أنا الأسقف أو أنا البطرك أو أنا بابا روما، مين ما كان يكون بالأشخاص اللي بقلب الكنيسة والأم والبي والكل، إيه بس خاصة يلي حامل كلمة الرب، أنا مستحيل ومش ما مش مش مقبول إنه يكون بس على مستوى بس المعرفة اللي عم بنقلها. أنا إذا كنت بس إنسان عم بنقل المعرفة عن يسوع المسيح، أنا أطرح سؤال على ذاتي، شو بعرف عن يسوع المسيح؟ بس لأن يسوع المسيح هو مش بس معرفة، يسوع المسيح هو شهادة حياة، هو اختبار، هو هالفرح الكتير كبير يلي من هالفرح وشهادة الحياة بدأ توصل الكلمة للآخرين بالمعرفة، بس بشهادة الحياة أول شيء. بس أبونا مثلا معلش، أنا دايما معودين علي المشاهدين حتى مرات على التيفي برفع إيدي وبعتذر باسمي وباسم كل الكهنة المقصرين، لأنه كلنا خاطئين، كلنا فينا الضعف. بس ما بتعتقد أنه نحن هون مثلا كمان وصلنا لمحل نقول أنه نحن ما عم نعطي الشهادة المضبوطة مثلا، وشو بتلاقي هيك حل متواضع مثلا على طريقة الفرنسي، على طريقة فرانسيس، مش على طريقة مارتن لوثر، على طريقة فرانسيس، شو هي الطريقة هيك حتى نقول لأخوتنا الكهنة والمكرسين وكل إنسان بيعتبر حاله هو حامل مش على يسوع المسيح، شو ممكن نعمل هيك لحتى نرجع نجلس هذا الوضع شوي وهالشباب يضلوا يشوفوا فينا القدوة والاختبار؟ أكيد نحن بالنهاية أبونا شربل أنا وياك كبشر منا اليوم، أنا وإنت كلنا عنا ضعفنا، وكل إخوتنا بالعالم الكنيسي المكرسين والمكرسات والإكليروس كلنا أكيد إنسان. بس ما ننسى أنا وإنتو كلنا سوا أنه نحن مش بس أنا الإنسان، خلينا نضوي الضوء على هالصورة الرائعة جدا اللي حمينا، هالجوهرة العظيمة اللي اسمها الروح القدس، وعلى هالموهبة اللي أعطيت وفيدت فينا واللي اقتبلناها ككهنة بالكهنوت والمكرسين بنودورهم، هالنعم هيدي واللي هي مش لقلنا، مش ما عطية مجانية مفاضة، بس نترك ربنا يشتغل لأنه ربنا قادر. هيدا من قله بالنؤمن الضابط الكل يلي منسميه ومنعنه بقانون الإيمان، أب ضابط الكل، هو ضابط على كل شيء إلا على شيء واحد يلي هو حريتي وإرادتي. من هيك عطاني هالعطايا العظيمة، بس أنا بالمقابل مدعو حتى يقدر يدخل ويشتغل بقلب حياتي. اللي عم نسأل شو بدنا نعمل، شو لازم أعمل، مثل لما اجوا العالم عند الرسل قالوا إيماننا إيماننا، شو بدنا نعمل هلأ؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ هيدا السؤال اللي احنا اليوم على حالنا ككهني، شو لازم نعمل لنكون عن جد هالشهادة؟ أنا فر شغلة بعتبر لازم نعمل، بدنا نفتح عن جد قلبنا نقول له الرب يا رب أنا ما بعرف أي شيء، أنا ما بعرف شو بدي أعمل، أنت يا رب أعمل فيي، لأنه أنا أكيد أبونا وقت اللي نطلب من الرب أنه هو يشتغل، هو بيعرف، هو الوحيد، مش حتى أنا، هو بيعرف كيف يشتغل، كيف يستفيد مني أنا يلي خلقني بهالزمن بهيدا الوقت. يعني أنا ورقة بيضاء أكتب عليها ما تشاء. أكيد أبونا، يمكن هم ما لازم نرجع كمان لاختبار القديس برناردوس يلي دايما كان يسأل حاله كل ما يطلع كل ما تشرق الشمس يسأل حاله يا برناردو شو جاي تعمل بالدائر. يمكن اذا كل واحد منا مكرسين وعلمانيين، يمكن كل ام كل باي كل اخت كل خي كل زوج كل زوجة كل مريض كل طبيب كل انسان بكل مكان وبكل زمن وجد فيه، اذا بيسأل حاله انا شو جاي اعمل هون وليش موجود هون، يمكن اذا بنرجع دايما للحظة الاولى يمكن في اشياء كتير بتتصلح. نحن خاصة رح نحكي أنا حياتي الكهنوتية مرات كتير بتاخد بأنه وين بدون يعينوني وشو بدون يعطوني وشو النفوذ وشو السلطة وشو الإدارة، بس في سؤال بهيك بعيط من وادي التاني وبيقول لي يا شربل أنه أنت لما جيت على الدائر وين كانوا هودي كلهم سوا؟ وفي هون مشهد في قصة بيقولوا قال بإحدى الرهبانات بس يجيبوا بس يجي الشخص تيتكرس عندهم بفوتوه على الغرفة اللي تبعه وبيحطوا له فيها كل الإمكانيات الموجودة بعالمه، يعني من كمبيوتر لراديو لتيفي لكذا لكذا لكذا، وبيتركوه كل حياته عايش بهالأوضة، أكيد بيروحوا بيجي وبيصوروا يراقبوه من بعيد قديش روح التخلي عنده، وبيخبروا بالخبرية إنه في أحد الرهبان صاروا كل فترة يلاقوا ساعة تلفزيون برات الأوضة ساعة كذا ساعة كذا يظهرهم. آخر شيء ما خلى بأوضته غير الفرش اللي نايم عليها. يعني هيدي هي إنه إحنا مرات إحنا بنجي ملايين من أمور الدنيا
وهودي بيوصل لمحل من المحلات لازم نفرغهم نكبهم برا وما يبقى معنا الا يسوع اللي هو الكمال هو الملء كله سوا. لسبب انا هون حبيت اعمل هيدي الانترفونسيون. بس قبل ما اتركك تكمل بدي ارجع كمان ارجع اسالك هيدا السؤال. ذكرت حضرتك انه الله كان بمجده وكان هو عنده ملء المجد. يعني قال يعني انا بعتبر انه يسوع كان بكلمه وحده هيك بيقدر يخلص البشريه. طب انه لماذا عليه ان يتحمل كل هذا العبء وكل هالذل وكل هالقهر وكل هالتعب؟ يعني شو لانه هالقد ليش هالقد فعل المحبه ما بتقدر تترجم الا بالافعال. وبدنا نرجع للخبر للفكره ذاتها اللي ما فينا نطلع منها. انا ما فيني اقول لك اليوم ابونا او فيني اقول لك مليون مره انا بحبك، بس اذا انا ما عشت بشهاده قدامك رح تقول لي انت كذاب. ليس كل من يقول يا رب يا رب من يدخل ملكوت السماء انما من يعمل مشيئة رب الذي في السماء. اذا الله هالقد فرجيني حبه، هالحب اللي تجسد على الصليب هالقد نزل فرجيني اياه. ما بقي بالسماء بقول انا بحبكم انا بحبكم، لا عطاني هالحب فرجيني اياه هالحب. كمان سانتا ريز بتقول كيف لي ان اخاف من اله صار طفلا بين يدي. وانا هم بدي زيد شغله ابونا هيك بتكون انت كمان اذا عندك سؤال في تسالني اياه ما تستحق هنا. انا بدي اقول شغله انه عن جد يسوع كان بكلمه هيك بيقدر ينزل ويخلص البشريه، كان بيقدر يقلب الدنيا فوقاني تحتاني على راسنا. بس ولكن انا في دافع عين بنظري انا دفع ويجو لهون. اول شيء لحتى قلنا انا بحبكم والشيء اللي ذكرته انت وكلفته، ما من حب اعظم من ان يبذل الانسان نفسه في سبيل احبائه وفعلا بذل نفسه. والشغل الثاني الاهم من هيك انه لما يسوع بيجي وبيصير انسان قديش انت بتعني لك انه الله صار مثلك انسان، يعني عم بيعطي قيمه لانسانيتك. وانا هون ليش بدي اذكر هاي الشغله؟ لانه مرات كثيره ابونا وانت اكيد اكثر مني سمعها انه يا ابونا ما نحن بشر وخاطئين وبنقع بالخطيه. لك يا خيي انت خاطي فهمنا وانت ضعيف فهمنا، بس نحن اقوياء بالذي يقوينا. طب انه كيف انت مثلا، طب ليش يا خيي هالدواء اللي هو يسوع المسيح، ليش هل يسوع المسيح بده يزبط على شرب الورفقه والحرديني ويعقوب الكبوشي وفرانسيس الاسيزي؟ بده يزبط عليك، ليش بده يزبط عليك وروح زيته اللي انت حامله انه حامله؟ لك يا عمي ما انا هيك يعني انا بدي اوصال ابونا لحتى انا وياك نقوله للشباب والصبايا وللكل اليوم انه يا عمي يسوع المسيح حضوره بحياتي ممنوع يضل هيك، لازم يغيرني لازم يفعلنا. واكثر من هيك بده يسوع يقولنا انه هذا البشر اللي شايفينه هذا اللحم والدم منه شيء هيك بنال، منه شيء سخيف من خلال هالامكانيات الضعف الضعيفه. مزبوط. ولهالسبب داود شو بيقول بالمزمور؟ ان الله يختار جهال هذا العالم ليغزو الحكماء، لانه بالضعف اللي فينا نحن الله بده يظهر مجده. اكيد اكيد. هيك كان بولس كمان، ومن الضعف ياتي القوه، وعندما اكون ضعيفا حين اذن اكون قوي، لانه انا اقراري بضعف يا ابونا. وقت القرب بالانا، هي الانا اللي كثير بحب بس احكي عنها، لما بقرب بهالانا انه انا ضعيف ساعتها بقول للرب يا رب انا بستقر انه انا مش قادر اعمل شيء، بترجاك تشتغل بحياتي. لما هالقد بخلي زيت مثل ما الرب اخلى زيته، اخلى زيته يعلمني كيف لما بنخلي الاب كله بيصير جوهرك، الله بيصير حضورك، بيصير عن جد ساعتها هيك الروح القدس يلي هو موجود فينا. بس اذا بقينا نحن عم نشتغل، انا عم بشتغل الروح ما بيقدر، بده ينام بقلب السفينه حياتي. بس وقت الانا بقول له للرب وعي وبحريتي يا رب حتى هيدي الانا اللي انا مسكها وعيشها هي ملك ايديك، منه كل شيء وله واليه، مش هيك؟ لما هالقد بعيش هالتجرد عن الانا، تسلم الانا وحده لهال لإله ارفع لإله ده هو يشتغل فيه عن جد، ما بتعود هيدي تيوري. وهيدا الكلام منه تيوري لأنه الرب منه نظريات، تجسد هالمحبة، تجسدت صارت بشر تتجعل من هالإنسان كمان إليه مثل ما بقى. أبونا لسك سؤال شوية هيك حد الموضوع. لو ما يسوع يختارك ويدعيك قديش كنت بتشوف انه حياتك اكيد لها الحياه لها قيمتها؟ كان باي ام اخت خي اكيد كل انسان بيدعوه مدعو للقداسه اكيد بكل مكان بكل زمان احنا موجودين للقداسه. نعم. قديش اليوم بتعتبر انت من خلال دعوه يسوع لك انه هو عطى معنى لحياتك؟ كثير. انا كثير فرحان بحياتي. وانا من يومين كنت ذكرت قبل شوي انه كنت عم بعيد 20 سنه لكهنوتي، انا فرحان بحياتي بكهنوتي، فرحان كثير جدا وبشكر الله على نعمته. ويمكن مثل ما بقولوا اذا اعيدت الشغله لإلك بترجع بتعمل، انا بعمل كاهن ومش بس كاهن بضغط وبقوه لانه اللي انا فيه اليوم وبعد 20 سنه والشكر للرب اكيد على نعمه بياكد لي اكثر واكثر انه الفرح
يلي هلا وصلت له بسأل أيام حالي بقول أنا طب إذا أنا اليوم هالقد فرحان بالرب قديش بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاثة وأكيد وقديش بالملكوت أكتر وأكتر. بس أبونا هذا الشيء ما بيعني إنه إحنا مرات ما بنوقع بمطبات بنوقع بيأس ومرات بنقول يا ربي أصر المسافة بيني وبينك خليني ارتاح من هالدنيا، هودي كله مرات بس أصر المسافات فيها ناحية إيجابية. إيه أكيد أكيد تراسيا استعملتها هالجملة. إيه أكيد هالي يسوع قلت له داخلك إذا هالقد هالحب العظيم عم بيعيشه على الأرض قديش أكتر بالملكوت قصر المسافات توصل. أبونا أنا هون في كمان إذا بتسمح لي بدي عندي اختبار كمان بدي أشارك وأنا والمشاهدين كمان والشباب اللي عم يسمعونا معنا هون بدي أقول شغلة إنه أنا بشكر الله عن جد بشكر الله إنه اختارني لأنه أنا ما بعرف شو ممكن كانت تكون قيمة حياتي لو ما هو يختارني. حلو. وأنا هون بدي أقول شغلة وأكيد حلو. بوجه تحية لوالدتك ولكل الأمهات لأنه وراء كل كاهن قديس أم تصلي، هذا قولي الشهير أنا هيك بآمن. لهالسبب بدي أقول شغلة إنه دائما أمي بتقلي ليك خلي أبونا شرب اللي يسبقك ما تخلي شرب اللي يسبقك لأنه هي بتعرف عشان خلفه إنه أنا زلمة أوقات عليك في حكم كتير يعني هالكلمة هاي في بشكرك كلمة شربل لا مظبوط يعني أمي دائما بتقلي خلي كهنوتك يسبقك أبونا شرب يسبقك مش إنسانك يسبقك لأنه إذا الإنسان بده يسبقني فيه ضعف فيه عصبية أبونا يعني نحن معرضين بحياة اللحظة إنه يتواجه أنا وحياة واحد يعني أنت بتخيل مثلا أنا زلمة رح أقول على عفواني خلقي يا خي أنا عفوي وخلقي براس طربوشي بقى ماشي على الاستراد واحد بيزمر لك وبيخي بيطلع خلقك بتذكر إنه يعني أنا أبونا في شهادة لازم أقعد اتحكله. حلو. تعرف انه انا لو ما اكون خوري مثلا ويصير معي هول الشغلات يعني ما بعرف ايش كان بيصير. حلو. ديستراكشن يعني بتكسر الدنيا قديش حلو صار مع الناس. صار كهنوتي وحياتي هي الليدر هي اللي عم تمشيني بحياتي على وعي على رمشي هي اللي بتعطي معنى لا هي بتعطيني قيمه ابونا يعني بتخيل انا لو ماني خوري شو اوكي فيني يكون بي فيني يكون بي قديس فيني يكون طبيب فيني شو ما كان يكون بس ولكن ان تكون رجل الله هيدي شغله منا شغله وهذا الشيء مش انه هلا نحمس الشباب يعملوا خوارنا لا انا بقول لهم شغله كمان تانية انه كل ام كل باي كل اخت كل خي ولكل ركعه ام حتى اخت ابنها بليله هو مريض بتسوى ركعه 100,000 راهب بليل بكل كل حياته انسان بمكانه هو مدعو القداسه يعني نحن هلا وصلنا ابونا لمحل انا وياك بهالصبحيه اللي كتير بحسها انه عنصر هلا عاصف الروح القدس عم بيشتغل وان شاء الله يكون عم يشتغل بقلوب ونفوس اللي عم يسمعوا وبيشاهدونا يعني نحن وصلنا لمحل قلنا انه يسوع من فايد حب اجى لعنا ومن هالفايد الحب كان اختبار مش كلام بالهوى وهالاختبار مبني على معرفه نحن بناخذها من خلال هال شو اسمه هالتعرف على يسوع المسيح اكيد بكلمه الله بالدرجه الاولى وبحياه الاخرين وانت ذكرت شغله انه مرات بكلمه بيحكيني بحدث بيحكيني بامور تانية بيحكيني ابونا اليوم بدنا نجي وصلنا للمرحله الاهم هي مرحله الالتزام شو هو الالتزام المسيحي؟ ما معنى أن أكون ملتزماً مسيحياً؟ هو أول شيء بينطلق من قناعة أبونا الالتزام المسيحي إذا ما سبقه قناعة التزام كتير ناقص والقناعة هو أنه التزامي مش التزام إنساني فقط التزامي هو متكل بملئه وبكليته على عمل الله بحياتي طبعا. من هيك الالتزام السليم هو التزام مسلم بين ايدين الرب لانه والدليل انا اليوم بتلاقي بكثير اشخاص بيقول لك طب انا بدي التزم بس بركي بكره بركي شو بده يصير هيك كلمه البركي بيعلمنا الجسدي يعني بيبقى هالخوف دائما مسرسبنا ومقيدنا ومش عم خلينا نمشي هيدا الخوف من طبيعتنا من عالمنا البشري وهذا اللي انتم من شوي انه خير لا تخاف يسوع معك الله معنا الله معنا من هيك علينا. من هيك نحن دائما بدنا نكون بحالي نفصل فيها مع انه هيك كلام يسوع انتم من العالم ولست من العالم وهالمعضلة ما حدا بيقدر يعلمنا نفهمها إلا روح القدس اللي بيدخلنا أبدا لأنه إذا بتقول كيف يعني من العالم ومش من العالم من العالم ومش من العالم أنت بإنسانيتك بضعفك وكل شيء بس بدك دايما تضلك واعي وتتذكر بقوة الرب اللي فيك إنك مش أنت والتزامك هو التزام الله اللي فيك ولما هالقد منوعة بإيماننا إنه الله الملتزم من خلالنا والنعم اللي عم بقولها بالاتكال على الرب يلي من خلاله عم بنفوز كلمة نعم للزوج للزوجة أو الكاهن بكهنوته والراهب بتكرسه والراهب بتكرسه كل إنسان بمجاله بالتزامه يلي عم نحكي فيه لما هالقد بيكون عندي هالوعي والقناعة هالقناعة إنه الرب اللي فيي هو اللي بيعطيني ضماني استمرارية التزامي إذا ما كان هيك مبني التزامي التزامي رح يكون التزام بشري فيه خوف فيه ضعف فيه اضطراب
إذا بس بسمح لحالي أنا وياك أبونا نتذكر بكثير مشاهد بالإنجيل كان على طول على طول على طول يسوع أكين بعد الأيام لما يظهر لا تخافوا أو حتى هنو موجودين على البحر مشي هالاضطراب اللي كانوا موجودين والخوف والفزع يلي هو من عالم البشر من تفكير البشري لأني أنا إنسان أنا بخاف وهون بقلكن وأنا بقول لذاتي بعرف أنه نحن مش عم نحكي تيوري أبدا الاضطراب والخوف موجودين خوفي من بكرة موجود ودائما بتضلني خاف من بكرة لأني أنا إنسان هيدا بيأكد أنه أنا مش مركب الجوانح أكبر دليل أنه أنا إنسان عندي خوف عندي اضطراب بس يسوع بيجي حتى يقول لي بعمق خوفي وبعمق إنسانيتي اتذكر ما تتكل عزيتك وقت الإنسانيتك بتصير مستسلم بين إيدان الرب الخلقة حتى إنسانيتك الضعيفة ما بتعود ضعيفة مش لأنك أنت بتصير بإنسانيتك غير شيء بس لأنه هالقد يا الله هو غير شيء وهو قادر يحملك بقلب إنسانيتك ويجعل منك من العالم ولست من العالم. أبونا قديش فينا مثلا بموضوع الالتزام لحتى يكون الالتزام التزام صادق قديش ممكن نقدر نفرغ حالنا من الخوف لأنه مرات في ناس بتلتزم عن خوف وهون بدي أقول شغلة كمان لحتى ما نكون عم نخلط المبادئ ببعضها في فرق كتير شاسع بين الالتزام وبين الإلزام لأنه الإلزام هو للقانون ونحن قلنا أنه ما عنا ديانة مسيحية ما عنا مجموعة معتقدات وخبريات لا هي حياة هي شركة مع الرب هي بتنمو كل يوم مثل ما ذكرت حضرتك كمان بالبداية بالنعمة وبالحكمة وبالقامة مش معقول انه واحد اذا اجى حفظ انجيل من الجلد والجلد يعني هذا صار بس مسيحي لا أكيد بدك لا. تعيشه يمكن ما يمكن ما تقرأ الانجيل كله يمكن تقرأ صفحة واحدة تتوقف عندها وتقضي كل حياتك عم بتعيشها كمان ربنا ما بيهمه قديش مشيت بمسافة وانما بيهمه انك انت خدت هيك مثل اقول الرولاف ومشيت وبلشت بالطريق انا الشيء اللي بدي اقوله كمان للمشاهدين ولذاتي واكيد بدي يكون عم بتشارك انا وياك فيه ونناقشه سوا هي انه اليوم نحن بخضم هالمخاوف هيدي كلها سوا قديش بتعتبر انه اليوم الالتزام صار مجبول بعنصر الخوف كثير للاسف كثير موجود خوف من الله حتى كمان في خوفين ايه في خوف من مستقبل من امور شو بدها توجهني خوف من الله. الله ليش بدي خوف من الله ما بعرف في كتير ناس في كتير ناس بيعتبروا انه معناته مواقف الله مزبوط اذا بخاف من الله ما هون اللي بدي انا بدي المشاهدين كمان يرجعوا يقولوا انه في ناس بيصلوا مش لانه بيحبوا الصلاه خوفا لانه خي خدا يروح ربنا يبلينا بشي شغله ولا تجربوا الله يعني مثل كانه واحد عم بيرضي الثاني يعني. هيدي المعرفه يلي اكيد فينا نسميها بكل انيعه المعرفه الناقصه والغلط مش بس الناقصه والغلط المشوه عن الرب عن الله لانه انا بس ادخل بمعرفه الله واختباره مستحيل افهمه غلط وبعرف بتاريخ الكنيسه وانت بتعرف ابونا كتار من الاشخاص بالبدايه صار كل واحد يحكي عن الله بالمعرفه انا هيك الله وهيك الله قديما كانوا يسمون هود الهرطقه وهود الشز وهود الضاع معرفتنا بتكون ناقصه ومشوهه لما بتكون بس مستنده على تفكير بشري وانا ايام كتير وهي بالعالم النفسي البسيكولوجيك بتعرف ايام بيسموها الريفليكسيون اللي هي انا بنسب لله مثل ما انا بفكر فيه او مثل ما انا بعيش وهيدي كتير غلط وقت نفكر بالله انطلاقا من تفكيري انا اليوم انا تحت اقدر اعرف الله بدي خلي الله يفكر فيه وهو يفرجيني ذاته بيكشف لي هيدي الريفيلاسيون اللي بيعملها الله لإلي هو بيعرف كيف يعطيني اياها حتى انا عن جد امتن منه واعرفه لله ومستحيل وقت اللي افتح قلبي لإله الا ما اعرفه بحب وبينتفي لانه الحب ينفي الخوف وهيك مربولوس بيقول المحبه تنفي الخوف مستحيل يكون في خوف بقلب الانسان اللي اكتشف محبه الله وهيك بنوصل ابونا لحتى نختم هالفقره هيدي قبل ما نطلع بالبريك مع القول للقديس اغسطينوس اللي بيقول معرفتك يا الله توازي معرفتي لذاتي يعني قديش ما بعرف حالي انا ضعيف وبحاجه لعنايه الله وبحاجه لمحبه الله قديش انا بسلمه ذاتي وهيدا هو الالتزام الحقيقي لما بكتشف انه انا ما في عيش من دون الله مش لأنه هو متكبر ومتكبش لي برقبتي لا إنما هو البحر وأنا السمكة والسمكة ما إلى حياة من دون البحر لسبب رح نطلع كمان فاصل هلأ صغير أبونا وبعد منه ننتقل للفقرة الثالثة من صبحيتنا ببرنامج عهوى المحبة.